له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا هيئة ولا صورة ولا جسم ولا أعضاء له، جل ربي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، لأنه ليس كمثله شيء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا من أنبيائه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى بالاعتكاف بالمسجد والاشتغال بعلم الدين وانتظار الصلاة الثانية، فذلكم الرباط. كنا شرحنا في الدرس الماضي قول المؤلف الإمام الطحاوي رحمه الله، حيث قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، إلى أن قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. شرحنا هذه العبارة في الدرس الماضي وبيناها، وشرحنا ما معنى التوفيق وما يجب اعتقاده على كل مسلم في حق الله تبارك وتعالى وفي حق رسوله، وبينا أهمية علم التوحيد، علم العقيدة الذي هو الأساس. يقول شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه: وإليه دعت الأنبياء والرسل الذين قامت على أيديهم المعجزات الخارجة عن وسع الخلائق. الله تبارك وتعالى أيد النبي بالأمر الخارق للعادة ليكون شاهدا لهم على صدقه وأن الله يحب أن يصدق ويحب أن يتبع، وليس بوسع الخلائق أن يأتوا بمثله، يعني بمثل المعجزة. هؤلاء الذين تحداهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما استطاع واحد منهم أن يأتي بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أيدهم الله بالمعجزات. والمعجزات جمع معجزة، ومعناها العلامة الشاهدة التي تشهد أن هذا الإنسان الذي يقول عن نفسه إنه نبي الله، أنه نبي وأنه صادق. هذه المعجزة دليل على صدقه، هذه المعجزة التي تحصل على يد الأنبياء تؤيدهم أنهم مرسلون من عند الله تبارك وتعالى. والمعجزة علامة تشهد لهذا الإنسان الذي يقول أنا نبي الله أنه صادق في قوله،
والمعجزة لها تعريف. شو تعريفها؟ هي أمر خارق للعادة يظهر على يد من ادعى النبوة، موافق للدعوة، سالم عن المعارضة بالمثل، نازل منزلة قول الله تعالى: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. أي لولا أنه صادق في دعواه لما أظهر الله له هذه المعجزة. فكأن الله تعالى قال: صدق عبدي هذا الذي ادعى النبوة في دعواه، لأني أظهرت له هذه المعجزة. وتكون المعجزة صالحة للتحدي، يعني الأنبياء جاءوا بأمور خارقة للعادة، الخلائق لا يستطيعون أن يأتوا بمثل ما جاء به الأنبياء. الله أيد النبي بالأمر الخارق للعادة ليكون شاهداً له على صدقه، وأن الله يحب أن يصدق ويحب أن يتبع. فهؤلاء الذين عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا، لماذا قاتلوا الأنبياء؟ لعجزهم على أن يأتوا بمثل ما جاء به الأنبياء. سيدنا موسى عليه السلام تحدى الكفار، وسيدنا عيسى عليه السلام تحدى الكفار، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحدى الكفار. جاء بالمعجزات، جاء بأمور خارقة للعادة، ما استطاع واحد من الكفار أن يأتي بمثل ما أتى به. كان يوجد في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي وقال للناس: أنا رسول الله، كان يوجد فصحاء بلغاء من حيث اللغة العربية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ المكتوب ولا يكتب، ومات أمياً، وهذا ليس نقصاً في حقه صلى الله عليه وسلم، بل فيه مزيد وقار لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم ولرفعة شأنه أنه كان لا يقرأ المكتوب ولا يكتب، وجاء بالقرآن العظيم الذي عجز البلغاء والفصحاء عن أن يأتوا بمثله، بمثل سورة منه من هذا القرآن العظيم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أنهم قاتلوه عليه الصلاة والسلام. أليس تحداهم؟ لو استطاعوا أن يأتوا بمثله هل كانوا عمدوا لقتاله، أم كانوا أظهروا له ما استطاعوا أن يأتوا به؟ ما استطاعوا أن يأتوا ولا بآية، تحداهم بعشر سور، بسورة، بآية، ما استطاعوا. بل الكفار قاتلوه لأنهم استطاعوا أن يقيموا الحجة عليه، لأن ما نزل على النبي هو القرآن، هذا معجزة، وحصلت للنبي معجزات. هذا دليل على عجزهم. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه الآن يبين بعض المعجزات التي حصلت لبعض الأنبياء وهي دليل على صدقهم، فقال: كصيرورة النار برداً
وسلاما على إبراهيم، لأن النار من شأنها أنها تحرق، بالعادة تحرق وتعطي حرارة. إبراهيم عليه السلام لما رماه قومه في النار العظيمة التي من عظمها رموه إليها من بعيد، هذه النار كيف كانت على إبراهيم عليه السلام التي من شأنها عادة أنها تحرق وتعطي حرارة؟ ماذا كانت على سيدنا إبراهيم؟ كانت بردا وسلاما على إبراهيم، لم تحرقه ولا ثيابه. فهذا لا يستطيع أحد من المتحدين لإبراهيم عليه السلام أن يأتي بمثله. وهذا دليل أيضا على أن هذه الأسباب لا تخلق المسببات التي تكون عند وجودها عادة. عادة النار تحرق، من الذي يخلق الإحراق في النار؟ الله تبارك وتعالى. بالعادة بتولع الأدّيحة، الشمع، الغاز، تحط إيدك تحترق، في الغالب النار تحرق. لكن من الذي يخلق الإحراق في النار؟ الله سبحانه وتعالى. عدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلام وعدم إحراقها لثياب إبراهيم دليل على أن الأسباب لا تخلق المسببات التي توجد عند وجودها عادة، إنما الذي يخلق هو الله تبارك وتعالى. لو كانت خالقة للمسببات، يعني النار لو كانت هي الخالقة لخلقت الإحراق في إبراهيم عليه السلام، وهي ليست خالقة، إنما الخالق هو الله سبحانه وتعالى. الأكل والشرب لا يخلقان الشبع والري، الله خلق ذلك، الله يخلق ذلك. سيدنا عيسى عليه السلام منذ رفعه الله إلى السماء الثانية يعيش كالملائكة، وهو بشر من جلد ولحم، لا يأكل ولا يشرب، كيف يعيش بلا ضرر؟ الله تعالى أغناه عن الأكل وعن الشرب، ولأن الأكل لا يخلق الشبع، والماء لا يخلق الري ولا يخلق الفائدة. الذي يخلق السبب والمسبب هو الله تعالى. إن شاء الله تعالى عند وجود السبب يوجد المسبب، إن شاء الله أن يوجد السبب ولم يشأ أن يوجد المسبب لا يوجد هذا المسبب، كما حصل مع سيدنا إبراهيم عليه السلام. النار موجودة، ألقي فيها إبراهيم عليه السلام ولم يحصل هذا المسبب الذي يحصل عادة. عادة النار تحرق. الله خالق الأسباب وخالق مسبباتها، لا أحد يخلق شيئا إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الذي حصل لسيدنا إبراهيم عليه السلام من أنه ألقي في نار عظيمة ولم تحرقه ولا ثيابه دليل على أن النار لا تخلق الإحراق، على أن هذه المخلوقات التي خلقها الله تعالى أسباباً ومسببات توجد عادة بوجودها، هي ليست خالقة للمسببات، إنما الله تعالى هو يخلق الأسباب ويخلق المسببات عند وجود الأسباب إن شاء سبحانه وتعالى.
ذاك الذي قتل سيدنا الحسين منهم يؤتى إليه بالقدر الكبير من اللبن، يشرب 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 لا يرتوي، ثم يشرب حتى انفزر. الله تعالى ما جعل له سببا أن هذا اللبن أو هذا الماء أو هذا الشيء يجعل المسببات يجعل الري في هذا الإنسان. واضح؟ الله خالق الأسباب وخالق مسبباتها. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه: وانقلاب عصا موسى ثعبانا يسعى. موسى عليه السلام كان معه عصا حقيقية انقلبت إلى أفعى حقيقية، ليس كسحر. الأنبياء لا يعملون السحر، إنما انقلبت عصاه إلى أفعى حقيقية. أكلت حبال السحرة الذين ألقوا حبالهم وعملوا سحر تخيل، عملوا سحر تخيل للناس. هذه الحية، هذه العصا، عصا سيدنا موسى انقلبت ثعبانا حقيقيا فأكلت الحبال. هن عملوا سحر تخيل، الناس رأوا هذه الحبال كأنها حيات تسعى. موسى عليه السلام الله أوحى إليه أن يلقي عصاه فصارت حية حقيقية فأكلت حبالهم. سحرة فرعون آمنوا بالله وبموسى وبهارون، نطقوا بالشهادتين، دخلوا في الإسلام لأنهم عرفوا أن هذا الأمر الغريب العجيب الخارق للعادة الذي جرى على يد موسى عليه السلام ليس أمرا عاديا وليس من قبيل السحر، لأنهم سحرة والساحر يكسر ساحرا مثله. ما هيك؟ أما سيدنا موسى معجزة التي حصلت معه، خر سحرة فرعون على الأرض وقالوا آمنا برب هارون وموسى. لكن الساحر لا يستطيع أن يكسر نبي بالمعجزة، النبي عنده معجزة، الساحر لا يستطيع أن يفعل شيئا يكسر به النبي. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه: وتسخير الريح والجن والطير لسليمان. سيدنا سليمان عليه السلام الله تعالى سخر له الريح تجري بأمره تحمله حين يريد مع جيشه إلى حيث يشاء، والله تعالى علمه منطق الطير لسيدنا سليمان، فكان يعرف منطق الطير إذا تكلمت الطيور، كان يعرف منطقها. وسخر له الجن، الجن كانوا مقهورين له، يعني لا يسعهم أن يخالفوه، إذا خالفوه يعاقبهم عقوبة شديدة، لذلك كانوا يخافون من سيدنا سليمان عليه السلام ويطيعونه حتى في الأمور الكبيرة، كانوا يشقون له الصخور والآبار، بالصخور يفتحوا الآبار المياه، كانوا مسخرين لسيدنا سليمان عليه السلام. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه: وتسبيح الجبال وتليين الحديد لداود. كان سيدنا داود عليه السلام تسبح الجبال حين يكون عندها باللسان المسموع، كما سيدنا داود عليه السلام يسبح الجبال تسبح. وجعل الله تعالى الحديد
لينا في يده. سبحان الله، هذه من معجزات الأنبياء. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه: وخروج الناقة من الصخرة لصالح. سيدنا صالح عليه السلام نبي الله، قومه طلبوا منه أن يخرج لهم ناقة معها فصيلها، يعني معها ولدها، من صخرة صماء، فأخرج لهم ناقة ومعها فصيلها. هذا ما استطاعوا أن يفعلوا مثله، لأنه اللي فعله سيدنا صالح هو معجزة. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه: وإحياء الموتى لعيسى. عم يذكر معجزات الأنبياء. الله تعالى أعطى سيدنا عيسى عليه السلام من جملة المعجزات أنه أحيا الموتى. إنسان مات أحياه بإذن الله، الذي يخلق الموتى والحياة هو الله سبحانه وتعالى. هذه المعجزة الله أظهرها على يد عيسى. ليس معناه أن عيسى عليه السلام يخلق ذلك، لا، لا أحد يخلق شيئا إلا الله. يقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا دليل على أن الطعام لا يخلق الصحة ولا يخلق الشبع، والماء لا يخلق الري. الله تعالى يغني من يشاء عن هذه الأسباب. عيسى عليه السلام بشر من لحم وجسم وعصب، وهو الآن يعيش في السماء الثانية مستغنيا عن الأكل والشرب، وهو بشر لا يأكل ولا يشرب ولا يتعب من ذلك، ولا يصيبه تعب ولا يصيبه انزعاج من تركه الأكل والشرب. معناه الطعام مثل ما ذكرنا لا يخلق الصحة، والماء لا يخلق الري، الله يخلق ذلك. الله يغني من يشاء من عباده عن هذه الأسباب، فيعيشون أصحاء بدون أكل وبدون شرب. واحدة من الصحابيات أيام الرسول عليه الصلاة والسلام اسمهم أيمن الحبشية، اسمها بركة، كانت حاضنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول كان يقول لها: هي أمي بعد أمي. لما كانت الهجرة فرضا، هي هاجرت وحدها، ما كان عندها أحد، ما كان عندها من يكون معها بالسفر. من وين هاجرت؟ من مكة إلى المدينة، امرأة لوحدها، فرت بدينها، هاجرت وحدها من أجل الدين. بين هي في الطريق بين مكة والمدينة، في مسافة طويلة وحر شديد، عطشت عطشا شديدا، سمعت حفيفا صوتا فوق رأسها، فإذا بدلو متدل، دلو نازل، أخذت من هذا الدلو فيه ماء، شربت منه. بعد هذه الشربة التي شربتها ما عطشت كل حياتها إلى أن ماتت. الله أغناها عن الماء، والماء لا يخلق الارتواء، لا يخلق الري في الشخص، الله هو الذي يخلق ذلك. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه: وانشقاق القمر ونبع الماء من بين الأصابع
وكلام الشاة المسمومة وشهادة الذئب وتسبيح الطعام في الكف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين، فكلهم دعوا إلى توحيد الله بدليل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال شيخنا الهرري: وهذا دليل على أن كل الأنبياء جاءوا بتوحيد الله، جاءوا بالإسلام، جاءوا بكلمة لا إله إلا الله. هذه المسألة من المسائل التي يغلط فيها كثير من الناس، يعتقدون أن كل نبي جاء بدين وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بدين الإسلام. كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام، كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، كل الأنبياء جاءوا بكلمة لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل نبي جاء بدين الإسلام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. ما هو الدين الواحد؟ الإسلام. فإذا في كثير من الناس بفكروا من جهلهم، وهذا ما عذر لهم، إنه سيدنا محمد إجا بدين الإسلام، أما باقي الأنبياء كل نبي إجا بدين. لا، الدين المقبول، الدين المرضي عند الله تبارك وتعالى، الدين السماوي الوحيد. ما في أديان سماوية، في دين سماوي هو الإسلام. فكل أنبياء الله جاءوا بالإسلام. الرسول قال: الأنبياء إخوة لعلات. إخوة لعلات معناته بكون مثلا الرجل متزوج عدة نساء وعنده من كل امرأة ولد، كل الأولاد شو بيقولوا؟ أبونا فلان. تسألوا مين أمك؟ هذا بقول لك أمي فاطمة، هذا بقول لك أمي عائشة، هذا بقول لك أمي خديجة. هول من أحلى الأسماء هون، يا عائشة وفاطمة وخديجة وزينب ورقية وسكينة وأم كلثوم، ومن أجمل الأسماء. فالرسول شبه الأنبياء بالإخوة لعلات، فقال: دينهم واحد، كلهم جاءوا بدين واحد هو الإسلام. وأمهاتهم شتى، أي شرائعهم مختلفة، الأحكام الشرعية اختلفت من زمن نبي إلى زمن نبي آخر. أما كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، عيسى وموسى وإبراهيم وإلياس وإليسع ويحيى وزكريا، 124,000 نبي قالوا للناس: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. آدم عليه السلام كان على الإسلام ككل المرسلين، لأن الله قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. والله قال: إن الدين عند الله الإسلام. والأنبياء من بعثهم؟ الله. والدين عند الله الإسلام، فبماذا بعثهم؟ بالإسلام. فإذا لا يوجد نبي كافر، فالله تعالى قال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهل يعقل أن يكون نبي من الأنبياء في الآخرة
من الخاسرين لا يكون هذا. والأنبياء قال الله فيهم في القرآن: وكلاً فضلنا على العالمين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فنهج الأنبياء توحيد وتنزيه وعبادة لله. وكما جاء على لسان سيدنا يوسف عليه السلام قال الله تعالى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هو نبي كريم لا يخشى عليه، ولكن هذا من معرض التضرع، في معرض الدعاء يلجؤون إلى الله. وسيدنا سليمان عليه السلام ماذا قال كما جاء في القرآن الكريم: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وماذا قال الله عن التوراة الأصلية: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أي الذين هم مسلمون لربهم. وماذا قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. شو معنى حنيفا؟ أي مائلا عن الباطل إلى الحق. وقال الله عن عيسى عليه السلام في القرآن الكريم: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فإذا سيدنا عيسى عليه السلام هو وأتباعه كانوا على الإسلام. الحواريون وهم صفوة أتباع سيدنا عيسى عليه السلام قالوا لسيدنا عيسى: اشهد لنا. أليس الأنبياء يشهدون لأمتهم يوم القيامة؟ فقالوا لعيسى: واشهد بأننا مسلمون، بأننا نحن على دين الإسلام. فإذا سيدنا عيسى عليه السلام كان على الإسلام، وأتباعه الذين كانوا صادقين في اتباعه ولم يحرفوا أيضا كانوا على الإسلام. كذلك ربنا قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا سيدنا إبراهيم وهذا سيدنا يعقوب عليهما السلام، كل منهما وصى بنيه بأن يثبتوا على دين الإسلام. ففي صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن عدد الأنبياء 124,000 نبي، بينهم 313 رسول. قال ربنا عنهم في القرآن الكريم في سورة البقرة: قولوا
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه دعوة كل الأنبياء، فكل أنبياء الله تعالى جاءوا بدين الإسلام. عشان هيك قال الشيخ رحمه الله: وبهذا دعت كل الأنبياء. قال شيخنا الهرري رحمه الله، هلا عم يشرح الشيخ كلام الإمام الطحاوي وقوله، ما قال: نقول في توحيد الله معتقدين. قال: فيه نفي للنفاق وتحقيق للإيمان، لأن النفاق يجتمع مع الاعتراف اللفظي لكن لا يكون مقترنا بالاعتراف القلبي على وجه الجزم. وفي قوله معتقدين أي جازمين، واستعمل كلمة معتقدين ليبين أن الإقرار باللسان من غير جزم بالقلب لا ينفع. إذا شخص قال بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله وقلبه غير جازم بهذا، لا ينفعه إقراره باللسان. لذلك قال: نقول في توحيد الله معتقدين، أي نقول بألسنتنا في حال كوننا معتقدين جازمين بقلوبنا، لأن الإقرار باللسان من غير الاعتقاد بالقلب بما سيذكره لا ينفع. منافق في الاعتقاد، إنه النفاق نوعين، في نفاق بالعمل ونفاق بالاعتقاد. هون عم نحكي عن نفاق بالاعتقاد. نفاق الاعتقاد هو الشخص الذي يعتقد الكفر ويظهر خلافه بلسانه، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في قلبه لا يعتقد. كان في منافقين أيام الرسول عليه الصلاة والسلام منافقون بالاعتقاد، وكانوا يأتون مسجده ويصلون صورة خلفه عليه الصلاة والسلام. كان الرسول لا يعرفهم، لأن النبي لا يعلم الغيب. واضح؟ هم الرد على اللي بيقولوا شو؟ أن النبي يعلم كل شيء. قولوا النبي يعلم كل ما يعلمه الله، هذا كفر، لأنه عم بيساووا بين النبي وبين الله. إن كأنهم يقولون محمد على كل شيء قدير. فالرسول كان يجوا على المسجد هذول لا يعرفهم، حتى نزل عليه الوحي بأسماء بعضهم، فقام بالمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يناديهم بأسمائهم: يا فلان اخرج من المسجد إنك منافق، يا فلان اخرج من المسجد إنك منافق. الله أطلعه على أسماء بعضهم. قبل ذلك ما كان يعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: لا تعلمهم نحن نعلمهم، يعني كان الرسول قبل أن ينزل عليه الوحي بأسماء هؤلاء المنافقين ما كان يعرفهم الرسول. لما نزل الوحي عليه بأسمائهم ناداهم بأسمائهم وقال لكل منهم: يا فلان أنت منافق اخرج من المسجد. هذا النفاق في أمر الاعتقاد، هذا كفر. ويوجد نفاق في الفروع، يعني إذا كان الشخص
إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. هذا يقال له نفاق في العمل. هذا نفاق بالعمل لا يوصل إلى حد الكفر. أما الذي يضمر الكفر في قلبه ويظهر الإسلام، يعني يقول أمام الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن في قلبه يكره الإسلام، لا يعتقد أن محمدا نبي الله، هذا منافق كافر. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الكفار في الدرك الأسفل من النار، يعني في قعر جهنم هناك كفار. هذا النوع من النفاق يسمى النفاق في الإيمان. قلنا يوجد نفاق العمل الذي ذكره الرسول في الحديث، لما ذكر عنه قال إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. هذا يقال له نفاق في العمل. هنا الكلام اللي عم يحكي عنه معتقدين لما قال لا نفاقا، هو عن النفاق بالإيمان. يقول الإنسان أنا أؤمن بالله وبالرسول وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن في قلبه لا يصدق هذا، هذا منافق كافر. واضح؟ قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه فالإيمان والتصديق والاعتقاد يكون كل ذلك بالقلب. قال تعالى في من أقر باللسان دون القلب قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هون المقصود به النفاق بالإيمان، يظهر أنه يؤمن بالله وبالرسول ويشهد بلسانه لكن في قلبه لا يصدق، هذا منافق كافر. في أيام الرسول قلنا كانوا الرسول لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب كله إلا الله. قبل أن يوحى إليه ما كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم من هم المنافقون، بعد الوحي عرف فطردهم من المسجد. هون في مسألة مهمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه أن يصلي على كافر وهو يعلمه كافرا. مستحيل على الرسول أن يفعل ذلك. ليه عم أقول هيك؟ لأنه في بعض الكتب مذكور أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، بقول وهو يعتقده منافقا. هذا كفر، بكفر النبي بصلاة الجنازة فيها دعاء بالمغفرة. الرسول كيف يستغفر لكافر وهو يعلم أنه كافر؟ عشان هيك ليس كل ما في الكتب صحيحا. لا يجوز للشخص أن يعتمد في تحصيل علم الدين على المطالعة في الكتب لنفسه دون معلم ثقة يتلقى منه بطريق المشافهة. لو كان يكفي المطالعة ما كنا جلسنا وبينا للناس، كان كل واحد يطالع بكتاب لنفسه. ما هيك؟ الطريق الصحيح هو الذي عليه شيخنا رحمات الله تعالى عليه، وإن شاء الله نحن نكون عليه بالتلقي بالمشافهة من أهل العلم الثقات الذين تلقوا بالسماع بالمشافهة من الذين سبقهم، وهكذا بالسلسلة
تتصل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عندنا سند، سندنا إلى أصحاب الرسول. طيب ما نحكي عن هالمسألة، قلنا في مسألة مهمة بدنا نحكي عنها، يلي بذكروها في بعض الكتب، بيقولوا إنه الرسول صلى على عبد الله بن أبي بن سلول. هو حقيقة ما حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى من عبد الله بن أبي بن سلول أشياء كانت السبب في أن ظن الرسول أن النفاق زال عنه، حيث طلب عبد الله بن أبي بن أبي سلول طلب رداء من الرسول ليكون كفنا له. الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور التي ظهرت له ظن أنه زال النفاق عنه، فلما مات هذا عبد الله صلى عليه الرسول. بعد ذلك نزلت عليه الآية: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فعرف الرسول أنه كان بعد على النفاق، قبل ذلك ما كان يعرف، وإلا كيف يصلي عليه وفي الصلاة اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ هيك بنقول بصلاة الجنازة. يجوز على الرسول أن يقول عن شخص كافر مات على الكفر أنه مغفور له؟ لا يجوز هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا واحد نطق بالشهادتين، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا نعرف عن اعتقاده شيئا، نقول عنه مسلم. فإن كان بقلبه مكذبا للشهادتين عند الله كافر، لكن نحن لا نطلع على ما في قلوب البشر، الله تعالى مطلع على ما في قلوبهم. فيقال عن هذا من حيث الحكم، اللي نحن ظاهر نطق بالشهادتين ما بنعرف شو بقلبه، نحن نقول عنه مسلم وعند الله لأنه بيعتقد بالإسلام كافر، لأنه ما اعتقد معنى الشهادتين. فإذا لا ينفعه أن يقول بلسانه مع اعتقاده الفاسد. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه، وفي قوله، أي قول المؤلف الإمام الطحاوي، معتقدين، بيان أن القول وحده لا يكفي عند الله بدون اعتقاد. الإمام لغة التصديق، كما في لسان العرب لابن منظور، هذا معناه الإيمان لغة التصديق، وشرعا هو تصديق مخصوص لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن منظور عن معنى الإيمان: إظهار الخضوع والقبول للشريعة ولما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاده وتصديقه بالقلب. وقال ابن منظور: اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق. أما الإسلام في اللغة فهو مطلق الانقياد، التسليم والانقياد. بالشرع شو معنى الإسلام بالشرع؟ فهو انقياد مخصوص لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بينا معنى الإيمان باللغة بالشرع، بينا معنى الإسلام باللغة بالشرع. قال ابن منظور: الإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لا يصح أمر الدين إلا باليقين، لا يصح الإسلام والإيمان إلا باليقين. أما إذا عنده شك وريب وتردد وعدم قبول لا ينفع الإنسان. الإيمان هو التصديق بالقلب، فالذي يتردد ولا يوقن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن. لا يجتمع الإيمان والشك فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يجزم في قلبه بصحة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر عند الله. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. شو قال؟ غير شاك، حتى يعلمنا أن الذي يشك في صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتردد ولا يجزم هو كافر عند الله، ولو كان يخفى حاله عند الناس. نحن لا نعلم ما في قلوب الناس، فالله تعالى لا يقبل من العباد أعمالهم إلا مع التصديق بالقلب الجازم الذي لا يطرأ عليه شك. وقد يكون المرء فيما يرى الناس مؤمنا مجتهدا في عبادة الله، ويكون في قلبه شك في صحة الإسلام. عبد الله بن أبي بن سلول يعني يصلي جماعة خلف النبي الأوقات الخمسة، ويروح معهم وفي قتال يظهر أمرار، يظهر ليك من اللوان عم بيعمل، يروح للقتال يعني عم بيعرض حاله للموت بعض الأحيان. لا، خفى ذلك على رسول الله، لا يعلم الغيب، لكن عند الله وشو؟ هو كافر، هو كافر. فإذا قلنا قد يكون المرء فيما يرى الناس مؤمنا مجتهدا في عبادة الله، ويكون في قلبه شك في صحة الإسلام، فليس بمسلم عند الله، بل هو كافر من الكفار. فلما قال الله تبارك وتعالى: ثم لم يرتابوا، أعلمنا أن الذين في قلوبهم شك في الإيمان أنهم ليسوا عند الله مؤمنين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبريدة حين أرسله إلى اليمن وكانوا على غير الإسلام أهل اليمن: أدعهم إلى توحيد الله فإذا عرفوا. معرفة الله، عرفوا ما هو دين الإسلام، معناه هم ما عرفوا الله كفار، فأخبرهم عن الله تبارك وتعالى. إنما هم بألسنتهم يعترفون لفظاً بوجود الله، بس بقول الله، يعترفوا بوجود إله لكن ما آمنوا بالله. هيدا معناه المعرفة بلا إذعان لا تنفع. شو الإذعان؟ رضا النفس بالشيء الذي عرفته. فالمعرفة إذا اقترن بها الإذعان هي الإيمان الذي هو مقبول عند الله. والمعرفة وحدها لا تكفي، لأن الله تعالى أخبر عن اليهود أنهم كانوا يعرفون محمداً صلى الله عليه وسلم أنه نبي، فقال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن
لم تذعن نفوسهم، فلذلك كانوا يكذبونه بألسنتهم مع علمهم أنه نبي. قال شيخنا الحراري رحمات الله تعالى عليه: فمن نطق بالشهادتين ولم يذعن في قلبه بمعناهما فهو عندنا مسلم، يعني لخفاء حاله علينا، نحن قلنا لا نعلم ما في قلوب الناس، أما عند الله فليس بمسلم. لو أن شخصا نطق بالشهادتين ونحن لا نعلم ماذا يعتقد، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولا نعرف عن اعتقاده شيئا، شو بنقول عنه؟ نقول عنه مسلم. وإن كان في قلبه مكذبا للشهادتين فهو عند الله كافر. نحن خفى حاله علينا، لكن نحن لا نطلع على ما في قلوب البشر، الله مطلع على قلوبهم. فيقال عن هذا من حيث الحكم بالنسبة لنا مسلم، وعند الله كافر لأنه ما اعتقد الشهادتين. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه، عم يشرح قول المؤلف الطحاوي، وقوله بتوفيق الله، لأن الوصول إلى توحيد الله يكون بتوفيق الله وهدايته، وهو مذهب أهل السنة والجماعة على ما قال ربنا عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي إلى توفيقنا وهدايتنا. كل هذا شرحناه بالتفصيل بالدرس الماضي، بس عم نذكر قول الشيخ رحمات الله عليه، شرحها بعبارات وجيزة ظاهرة لمن يريد الحق. التوفيق معناه خلق القدرة على الطاعة، يقابل التوفيق الخذلان، هكذا عند أهل السنة. فهذا بيد الله سبحانه وتعالى، إن كان التوفيق أو الخذلان. وقال بعض أهل السنة: التوفيق معناه فتح باب الخير وإغلاق باب الشر، الله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء سبحانه وتعالى. الأنبياء، الملائكة، الأولياء، الله تعالى من عليهم بالتوفيق، من عليهم فوفقهم، أي جعلهم يصرفون قدرتهم واختيارهم إلى الخير. والكفار صرف قدرتهم واختيارهم إلى الشر والمعاصي، فالله تعالى متفضل على هؤلاء أي الملائكة، مان عليهم، متكرم عليهم، وخاذل هؤلاء أي الكفار، فلا يكون جار عليهم أيضا، لا يكون ظلمهم. واضح؟ مثل ما قلنا بالدرس الماضي، الله لا يظلم أحدا. هيدا اللي حكينا، هذا حاصل مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحق. وهذه الآية فيها شيء عظيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي إلى توفيقنا وهدايتنا. قال تعالى: والذين جاهدوا، أطلق الله المجاهدة ولم يقيدها، ليتناول كل ما يجب مجاهدته من النفس والشيطان وأعداء الدين. فينا في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصا. لنهدينهم سبلنا، أي لنزيدهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقا. نحن الآن في أعظم جهاد،
هذا الذي نفعله يسمى جهادا، يسمى جهاد البيان. هذا المقدور عليه الآن، وهو أعظم ثوابا من حيث الجهاد، جهاد البيان، بأن نعلم التوحيد وأن نحذر من الكفر ونحذر من أهل الكفر. إذن نقول في توحيد الله، هذا أمرنا في قول التوحيد في حال أننا نعتقد ذلك جزما معتقدين، واعتقادنا ذلك بتوفيق الله لنا، لأن الله وفقنا إلى ذلك. هذا معنى كلام الطحاوي نقول في توحيد الله فيما نحن نعتقد بما نقوله جازمين لأن الله وفقنا لذلك. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه: ومعنى الواحد في حق الله تعالى أنه الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. أصل معنى الوحدة في لغة العرب الانفراد. عندما نقول الله واحد يعني ليس له شريك، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. لا ذاته يشبه الذوات، ولا صفاته تشبه الصفات، ولا فعله يشبه الأفعال. عندما نقول الله واحد يعني ليس له ثان، وليس مركبا مؤلفا من أجزاء كالأجسام. فالعرش وما دونه من الأجسام مؤلف من أجزاء، فيستحيل أن يكون بينه وبين الله مناسبة ومشابهة، فلا نظير له تعالى في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ويستحيل أن يكون بينه وبين الله ملابسة، والملابسة هي علاقة بين شيئين بمعنى الاتصال ونحوه. إذا كان شيء متصلا بشيء قد يضاف إليه من أجل هذه العلاقة. مثلا إذا أريد الإخبار عن سكن زيد ومحل إقامته بأرض، فقيل فلان بلده البصرة، فالملابسة أي العلاقة بين زيد والبصرة هي السكن والإقامة. فإذا قلنا بيت الله بإضافة البيت إلى الله ليس من هذا القبيل، واضح، بل معناه مشرف. كذلك في قولك صاحب زيد عمرو، عمرو صاحب، أضيف إلى زيد للملابسة لأن بينهما علاقة الصحبة، فيستحيل على الله ذلك. ذات الله معناه حقيقة الله، حقيقته الذي لا يشبه الحقائق. ليس معنى ذات الله أن الله جسم، حاشا. عندما نقول ذات الله ليس معناها حجم، ذات الله ليس معناه صورة. عندما نقول ذات الله ليس معناه هيئة وكيفية وشكل. ذات الله أي حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. ذاتي جسم، ذات الله أو ذات هذه الطاولة التي أمامي، الخشبة التي نمسك بها الآن. أما ذات الله حقيقته الذي لا يشبه الحقائق، فذات الله لا يشبه الذوات، ليس كمثله شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى،
وأن يختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كما غفرت للمهاجرين والأنصار. اللهم ثبتنا على الحق والهدى يا أرحم الراحمين، واختم لنا بخاتمة السعادة. هللوا وصلوا على رسول الله.